وبعدها مشى سيدنا عيسى وأتباع القرية كفر نحوم، وخشوا الحوش سمعان وأندراوس. نشدهم سيدنا عيسى: عليش كنتوا تنشدوا في بعضكم في الطريق؟ اسكتوا، لأنهم كانوا يتناقشوا في الطريق على من هو أعظم واحد فيهم. قام عز على الوطاع ونادى أتباع على 12 وقال لهم: اللي منكم يبي يكون هو الأعظم لازم يقعد هو الأخير ويخدم الأخرين. وخذا عيل صغير صباه قدامهم وضمه على صدره وقال لهم: اللي رحب بحد حتى لو كان كيف هالعيل الصغير كأنه رحب بيا، واللي رحب بيا يكون رحب بربي اللي دزني. وفي يوم قال له يوحنا: يا معلم، شفنا واحد يطلع في الجنون باسمك لكن نحن منعناه لأنه مش واحد منا. قال لهم سيدنا عيسى: ما تمنعوش أي حد يدير معجزات باسمي، لأن اللي يدير معجزات باسمي عمره ما يتكلم علي بالسوء، لأن اللي مش ضدنا يكون معانا. وكل من يكرمكم حتى ولو بطست مية على خاطري أجره يكون كبير. وقال سيدنا عيسى: أي واحد يكون سبب في ضلال المؤمنين البسطاء خير لأنهم يربطوه من رقبته برحاة كبيرة ويرموه في البحر. وإن كانت إيدك هي السبب في ذنوبك أقطعها خير لك، لأن أحسن لك تخش حياة الخلود بيد واحدة من أنك تخش النار لما تنطفش بيديك اثنين. وإن كانت كراعك هي السبب في ذنوبك أقطعها خير لك، لأن أحسن لك تخش حياة الخلود بكراع واحدة من أنك تخش النار لما تنطفش بكرعيك اثنين. وإن كانت عينك هي السبب في ذنوبك أقلعها خير لك، لأن أحسن لك تخش مملكة الله بعين واحدة من أنك تخش النار اللي ما تنطفش بعيونك اثنين، نار جهنم اللي دودها ما يموتش ونارها ما تطفش. والخاطيين يهلكهم الله بالنار، واتباعي في الدنيا كيف الملح الكويس، والملح الكويس ما يفقدش ملوحته. خلوا عندكم ملوحة بيناتكم وعيشوا في سلام مع بعضكم.